نبدا كالمعتاد باهم الاحداث والاخبار اللي معانا. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بالامس في قصر الاتحاديه كل من رئيسه مفوضيه الاتحاد الاوروبي ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي ورؤساء دول وحكومات قبرص وايطاليا واليونان. ووقع الرئيس السيسي وثيقة الإعلان السياسي المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لإطلاق مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. أيضا امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية بديل العشوائيات. دكتور مدبولي قال إن هذه المشروعات سيكون لها دور كبير في توفير حياة كريمة لأهالينا سكان هذه المناطق، وقال أيضا أن الدولة المصرية ما زالت مستمرة في خططها من أجل تطوير القاهرة القديمة كعاصمة للثقافة والسياحة. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كل من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان. وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن القاهرة بتستضيف قمة مصرية أوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين من أجل تحقيق المصالح المشتركة. وامبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية على هامش القمة المصرية الأوروبية، وتم التباحث بشأن عدد من ملفات التعاون الثنائي على رأسها توقيع الجانبين على وثيقة الإعلان السياسي المشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة. كما تم تناول الأوضاع الإقليمية، وأكد الرئيس ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة مشدداً على أن مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به. وامبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كيرياكوس ميتسوتاكس رئيس وزراء اليونان على هامش القمة المصرية الأوروبية، وتباحث الجانبان في عدد من ملفات التعاون الثنائي على رأسها الإعلان المشترك حول تأسيس مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين. كما تم تناول الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبين على ضرورة العمل المكثف لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة والتي تصل لحد المجاعة، وده من خلال تكثيف الضغوط للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار. وامبارح أيضاً استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار النمساوي كارل نيهامر في مقر قصر الاتحادية على هامش القمة المصرية الأوروبية، وتناول الجانبين سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ومن ضمنها التعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب، وأيضاً تم مناقشة الأوضاع في قطاع غزة. واستعرض الرئيس الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في ضوء الأزمة الإنسانية الكارثية اللي بيعاني منها القطاع، مؤكداً على أهمية تنفيذ حل الدولتين لضمان استعادة الأمن والاستقرار بالإقليم. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش القمة المصرية الأوروبية، وركزت المباحثات على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وأيضاً سبل تدعيم العلاقات من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان. كما تباحث الجانبان بشأن الوضع في قطاع غزة وسبل إنفاذ المساعدات الإنسانية بكافة الطرق الممكنة لإنهاء المعاناة الإنسانية والمجاعة التي يتعرض لها القطاع. كذلك امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلاني على هامش القمة المصرية الأوروبية، وأشاد الجانبان بالزخم الذي تشهده العلاقات في الفترة الأخيرة، واستعرضا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وتناولت المباحثات أيضاً التعاون المشترك في قطاعات الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والشراكة بين البلدين في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف نقل التكنولوجيا الإيطالية المتطورة في هذا المجال من أجل تعظيم العائد من تلك المشروعات وفتح آفاق تصدير المواد الغذائية من مصر لأوروبا. امبارح وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي وثيقة الإعلان السياسي المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لإطلاق مسار ترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. واستهل الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح كلمته في القمة المصرية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة قائلاً: يطيب لي أن أرحب بكم في زيارتكم المهمة لمصر التي تعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية الممتدة عبر التاريخ، وتعكس أيضاً حالة الزخم التي تشهدها العلاقات خلال الفترة الأخيرة
على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وأضاف الرئيس السيسي: لقد أولت مصر دوماً أهمية خاصة للعلاقات المتميزة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي ودوله، وذلك في ضوء اعتقادنا الراسخ بمحورية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة للجانبين، وبما يدعم تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات تنمية سيناء. خلال الاجتماع طلب رئيس الوزراء إعداد تقرير حول الموقف التفصيلي للتجمعات التنموية في سيناء، وأيضا موقف تقنين الأراضي هناك، بالإضافة لتقرير آخر عن خطوات استصلاح الأراضي الجديدة، وده تمهيدا للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث يتابع سيادته أولا بأول خطوات تنمية سيناء التي يضعها الرئيس على قائمة أولويات الاهتمام. وامبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية بديل العشوائيات، وأكد مدبولي أهمية تنفيذ المشروعات السكنية بديل العشوائيات لدورها الكبير في توفير حياة كريمة لأهالينا سكان هذه المناطق، وأيضاً تطوير هذه المناطق التي كانت مثار انتقاد، ودعا قبل الانتهاء من تسكين أهالينا الذين كانوا يعيشون في مناطق غير آمنة. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حسن عبد الله محافظ البنك المركزي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة عدد من الملفات ونتائج القرارات الاقتصادية الأخيرة وتأثيرها في الأسواق. وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء إن الاجتماع تناول نتائج القرارات الاقتصادية وتأثيرها في حركة الأسواق والانتقال بمستويات التضخم إلى مسار نزولي، مشيرا إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق التام بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن. وأوضح الحمصاني أنه في هذا الإطار تم استعراض موقف الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج من الموانئ المختلفة واللي بيتم بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، وتمت الإشارة إلى أن الإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك يسير بصورة جيدة جداً، والبنك المركزي بيوفر العملة الصعبة المطلوبة، وهو ما سيسهم في توافر السلع والمنتجات بالأسواق. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن استمراراً لجهود القوات المسلحة في دعم المجتمع المدني وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية والاجتماعية للمواطنين، نظمت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان عدد من القوافل الطبية لمنطقة بشاير الخير وعدد من الأحياء السكنية المجاورة بمدينة الإسكندرية، وده في إطار حملة بلدك معاك. وتضمنت القوافل الطبية العديد من العيادات الطبية المتنقلة في مختلف التخصصات الطبية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدني والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظة سوهاج مشروع للتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وده من خلال تنفيذ محاكاة لعدد من الأزمات للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمحتمل حدوثها باستخدام الإمكانيات المتاحة داخل المحافظة لتنمية مهارات العناصر التخصصية والتأكد من مدى قدرتها على إدارة الأزمات والكوارث.